انك انت رقم يعني واحد في حياتك، انت حاطه نفسك في دايره اللي حواليك. انا بدور عشان بيتي وزوجي وعيالي واولادي. انا لا 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 يا دكتوره غاله، انت غيرت كلامك وجيت اللي بتقول لنا الزوج والاولاد. كلكم راع، كلكم مسؤول عن الامر، طاعتك لزوجك نصب عينك، رضا لله سبحانه وتعالى. يبقى انا بعمل، مش بعمل علشان هم يشكروا او منتظره منهم كده، لان الصدمات بتيجي من ايه؟ من رفع سقف التوقعات. رفع سقف التوقعات، هيشكرني، هيحبني، هيضحك لي، هيقول لي، اولادي هيقدروني، او ليه؟ كل الكلام ده بدنجان، كل الكلام ده غلط، مش ما بيتمش. ليه؟ لاننا حطينا مصدر الاسعاد مين؟ الدايره اللي انت حاطه نفسك فيها وبتدوري فيها ساقيه كده. الاولاد، البيت، العيال، الزوج، الاولاد، البيت، العيال، الزوج، الاهل، وكل حد بره من رعيه، ومحدش حتى يوم لما يجرى لك امر نفسي محدش يقول لك مالك، فيك ايه، شكلك زعلان، محدش بيقول لك كده. مفيش خمار بيتعادل، ما انا بقول لكم ركزوا معايا. فالاصل ايه؟ انا حاطه نفسي ورافعه سقف توقعات ومتوقعه طالما عطيت وضحيت وانجزت ان انا هلاقي من غير، ما بيحصلش، ما بيحصلش. علاجه في ايه؟ بصوا، توحيد، توحيد، توحيد الهيه وربوبيه، توحيد اسماء وصفات. انا بقول كده، بصوا احنا جميل جدا انك انت تروحي واروح واشوف لايف كوتشنج واشوف مش عارفه دكتورنا ايه، اسمعي اللي بقول لك عليه الاول وخديه خطوات من 3 ل6 شهور على الاقل، وبعدين خدي اللي انت عايزه تخديه. بصوا يا جماعه، المفاهيم الاربعه اللي انا هقول لكم عليها دي، الله اوجدنا وامدنا واعدنا ليسعدنا، الله مصدر الاسعاد، الله مش الزوج، مش الزوج، مش العيال، مش تقدير الزوج. يقول لك لا شكرانيه ولا جميله، والله مين قال لك ان عايز شكرانيه وجميله منه؟ يوم الهنا ويوم السعد اما تعملي وتتعبي بجد وبحقيقي وما تلاقيش وتلاقي اذى، الله هتهالي خضره مخدره ينبكوا ثواب كده، مقفوله، مقفوله كده، وحطها عند ربنا حسبه لله عندك يا رب، هتهالي كده صافيه خالصه. حتى كلمه شكر بفرح جدا بحاجه زي كده. تبقي ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، وعامله وكذا وكذا، والزوج ها فين؟ مع السلامه، شكرا، مع السلامه، خلاص. او يأذي، او يقول كلمه، او يستضلك مش عارفه حاجه، عمل اي حاجه. والعيال نفس الكلام. ما ليه؟ لانك حاطه ان هم دول مصدر الاسعاد ورفع سقف توقعاتك، وهم دول اللي هيسعدوك. لا، اللي مش بنحب عيالنا، ايوه، ومطلوبين ان احنا نراعيهم، ايوه. والزوج طيب، ندخل السرور على قلبه والسمع بس لله فيه. ليه؟ عشان لما يجي الخذلان منه ولا من غيره، ومن غيره ما تقعيش، ما تتصدميش، ما يجيلكيش حاله من حالات الانكسار النفسي والتعب النفسي والحاله النفسيه وتنكسر فيها، ده غلط. ودي نقطه مهمه جدا جدا عايزاكم تخلوا بالكم منها.